إلا النور. والحاجة الثانية الغريبة جدا أن الخلايا النايمة يا ما الجنجويد ديل ما العدد الكبير ولا الكمية الكبيرة اللي انتو قاعدين تشوفوها بيجوا بيعملوا الشو بتاعهم ده، يعني بيجوا يعملوا أوه كده، بيقوموا جوا قاعدين بيتحركوا. الليلة اللي حصل في مدني ده يا البرهان، والرسالة دي للبرهان، ان احنا تاني ما عندنا كلام لحد الان. انت ما دار تطلع تخاطب الناس، تطلع في مؤتمر صحفي تخاطب الناس او تفهم الحاصل شنو. يبقى في خيانة في الجيش، والخيانة دي الكلام ده انا بقوله لكم، شوفوا يا سودانيين عشان تتحملوا مسؤوليتكم. جري وتجروا من هنا وتقعدوا تجاروا من الخرطوم لمدني، وبتنفذوا في الازاحة السكانية قاعدين تنفذوها حرفيا. انتوا بتساعدوا على سرقة هذا الوطن، بتساعدوا الخونة وبتساعدوا العملاء بالإشاعات وبالاضطراب اللي بيحصل. الناس دي عندهم خلايا نايمة، لما نسمعوا متحركاتهم دي بيتواصلوا، يجوا المجموعة بتاعتهم دي مدني، وبنعرفها نحن مدني دي شنو يا جماعة، ما ثلاثة مداخل، يجوا خاشين بمواترهم وبحاجاتهم الجوة ويضربوا. نحن من زمان قلنا الكلام ده، الوالي اللي كان قاعد في مدني القاعد ده قلنا ما نافع، الوالي اللي قاعد ده ما نافع. حكاية أنه الليلة الجنجويد ده يخشوا بالطريقة دي، يبقى شوف يا البرهان تطلع السماء تدق راسك، ده في خيانة في جيشك ده. والاتهام ده أنا شخصيا يا البرهان الخيانة دي نوجهها لك، أنت المسؤولية أنت ده الغاية، ما في لف ودوران كتير. أنت شنو يعني بحتوا السودان ده ودارين تفضوا بالطريقة الدراماتيكية دي؟ يعني دارين تفضوا بالطريقة الدراماتيكية دي بالدراما دي؟ يعني السيناريو المخطط اللي قاعدين ينفذوا فيه أولاد بالزايد. أنا دار أعرف تعليمات الجيش السوداني عمنه، لو عندك انت يا البرهان نحن دارين نفهم اللي بيحصل ده شنو. جنجويد يتنطقوا ويتمقوا وماشين ومن مدني وزفتي وهناي وبنتكلم. الحاجة الثانية أنا دا خليك من البرهان، اعتبروا البرهان ده انا قبل كده قلت لك يعني ده احتغادي، انا لو حميتي ده كان شافه وسيطه في جيبه قلت لك كان بيكون موصل برهان ده. انتوا كده خليكم من البرهان، انا دار اسالكم انتوا الشعب ده، انتوا ليه بقيتوا هشين ولينين كده تجاروا كده مالكم؟ ما قاعدين ننبح بنقول لكم حفروا خنادق، احفروا الشوارع ده، عملوا التروس. الحصل الليله في مدني بصوره واضحه خيانه، الخيانة دي بتحمل مسؤولية الجيش البرهان، بتحمل مسؤولية الأمن، بتحمل، لأنه ما ممكن أمس يحصل الدراما دي كده وفجأة يجي الكوبري زحو ما عارف مقدم وعغيط وعربات جاية خاشة واستهبال، استهبال غريب جدا جدا. يعني نحن ماشيين لنا في فيلم ممهد لنا. انتوا الشعب ده راجين شنو؟ شوفوا بعد ده، شوف يا سودانيين تاني ما تقول لي الجيش والسلاح، التعبئة العامة قلت عليك انا قبل كده، التعبئة العامة دي تكاتل بأي حاجة، شنو الناس جارين؟ وبعدين الخيابة الخونة في غور الجزيرة اللي انتوا بتقعدوا تعزموا وتقعدوا تقولوا لي ما عارف توصفوا، انتوا من الخرطوم ما طلعتوا الحصل في الخرطوم؟ دارين تجار وماشين سنار ماشين الشغل ده اصله بعد ما سيلوا الدوله واستولوا. يعني احنا كلمناك تسييل الدوله ده شغالين فوق الاربع سنوات الفاتت دي، قلنا لك يا البرهان الاعوان الجنجويد المعينهم الجنجويد والمعينهم طه عثمان الحسين والناس الموجودين دي كلهم ما اشتغلتوا بالقصه دي الشغله. البرهان نفسه ما بد الشعب السوداني ده اي اعتبار ولا مد اي احترام. بصراحه بقول لك يا البرهان انت زول بالمناسبة الشعب ده ما مدي قدره، يعني انت ما تطلع تخاطب الشعب ده، انت مالك انت؟ اطلع خاطب الشعب ده فهمنا الحاصل شنو، عشان لو انتوا ما قادرين تتصرفوا الشعب ده بعد ده بيتصرفوا. الشعب ده ما في حاجة خلاها لكم، انت عندك خيانة ما قادر تسيطر على يا زول. اطلع خاطب الشعب ده فهمنا الحاصل شنو، انت بتنفذوا في رغبات الجنجويد ولا شنو؟ الجنجويد ده كأنه في زول بينفذ لهم حاجاتهم بالمسطرة والقلم. يبقى ناس مدني، احنا ما دارين رجال يطلعوا ولا شباب يطلعوا، رجال ما تطلعوا يا صيني. انا اول امبارح كنت بتكلم معاكم انتم متبطحين كشات، والله نحن ذاته فضايحنا بقت فضايح، فضايحنا بقت فضايح. ما في زول راجل من مدني دي يطلع،
طلعوا الحريم ديل والشفع. أصله لو قامت كده طلعوا الحريم والشفع. وزمانا إحنا قلنا لكم شوفوا يا جماعة هوي ما تقعد تقول لي جيش سلم شيلوا سلاحكم ده شيلوا سلاحكم انتو ديل شنو منتظرين جيش سلم وسلم مدني وده سلم مدني وده سلم وحيسلموا كده البلد مليانة خونة دي مصيبتنا نحن خيانة جايين من برا خيانة جوا خيانة نعمل شنو الخيانة دي عشان نصدلها لازم شفتها نتعامل معاها بعنف وأول حاجة الخونة الخلايا النائمة وأنا قلت لكم دي أصعب المراحل في الحرب كنت بتحذركم من الخلايا النائمة والطوابير والناس القاعدين يعني معقولة الناس القدام يا جماعة نحن بنفهم الشغل بيشتغلوا الناس يعني معقولة بس فجأة كده القصة دي زط كده تحصل أسع ناس الحيصة حيصة قاعدين يقوركوا أكسر الكبر يا جماعة ليه الناس ما تكون مستعدة انتوا ليه التروس دي بتعمل لكم شنو الخنادق دي بتعمل شنو لو حفرتوها كلام ده ما قلنا بنقوله من زمان ولسه ماشية تاني بنكرر لكم ناس الحيصة حيصة ناس ناس الكاملين ناس النار الناس كلها كلكم يا جماعة كلكم تقوموا بالخونة يا جماعة الناس ذات المستنفرين ديل انتوا بالمناسبة تشوفوا الجنجويد ديل ما عندهم قيمة وما عندهم أخلاق انت ذاتك لما تشتغل معاهم بعد ذاك ذاته بيجوا بيقتلوك بيقتلوك ما هسيح كيكل ده أهله في تنبول مشوا خشوا حلة ناس كيكل بعد احنا ما نقعد يا جماعة نقعد ننتظر ونقعد نكورك والأخبار وديل يشمتوا يعني الحاجة اللي بتغيظ يعني أكثر أن إحنا بالمناسبة وصلنا مرحلة من اللامبالاة ومرحلة من الانحطاط الناس قاعدة في تتمسخر في الفيسبوك ها سماسرة مدني وسماسرة يا أخي بالله نحن وصلنا وليه الجنجويد ما يجوا يرقبونا ولا يجي يزول يجي الدولة دي يخطفها ويمشي مع منا ليه ما يطمعوا فينا ما دام ده مستوانا بقى منحطين ليه ما يطمعوا فينا وقبل كده نحن شفنا الأحزاب دي ذاتها زمان بتاع الاتحاد ذاك وش تتذكر قال والله الديمقراطية دي لو هناي قال شنو حاجة كده لو كلب قل لها جر ولا شنو نحن بنتعامل قلنا يا جماعة في وضع خطير في بلد خطير في خيانة خطيرة في طابور خامس كبير في أطماع كبيرة جدا تجاهك انت كسوداني نحن ما دارين ولولة كثيرة ما دارين نولول وما في زول ما في شعبي ما انت نحن قدمنا تمام انتوا كسودانيين تفهموا انتوا سعد وقف معانا منو نحن السودانيين دي ما في حل غير نقف مع نفسنا نقرب نفسنا دي شنو دارين تمرقوا جارين من مدني ديل دارين تمرقوا وانا مستغرب ذاته يعني الليلة مستغرب ذاته واحد قال لي يا زول الجيش ما قادر تقول المواطنين شوف يا سيد أنا ما قادر أفهم كلامك ده شنو لأنه والله النظارة قلت شنو أنت الجيش ما قادر أنت تقول المواطنين لا للحرب يا زول ما في حاجة أنا أصل عمري أنا قدامك ده ما قلت لا للحرب من أول يوم لأنه أنا الحرب دي عارفة بخطط لها من بيتين نهائي ما قلنا لا للحرب والحرب دي هسه لو ما الحرب دي نحن كشفنا المصايب دي كان كشفنا المصايب دي ده مخطط خطير جدا جدا ونحن قاعدين نتكلم عنه لنا 4 سنوات كان في واحدين هنا بيضحكوا فينا لما بنتكلم عن الاحتلال الديمغرافي وكده ونتكلم عن التسييل الدولة وده كله كان في ناس بتضحك فينا ولما بنتكلم عن تمكين الاحتلال ده في ناس بتضحك فينا انت اسعى الكلام ده جاك دغري عديل كده انت دار تحله بشنو يعني في ناس بيقول لك ما في حرب بتنتهي بنصر ولا هزيمة لا لازم بسلام سلام مع منو انت دار تعمل سلام مع منو مع الجنجويد مثلا انا ما بتفق مع الجنجويد ديل يا يقضوا علينا نحن كسودانيين يشيلوا البلد دي انا اقضي عليهم بس دي المعركة هنا اساسا الحرب ضد وجود السودان لا كيزان لا جين احمر حمدني فيها هناي برضو دارين يجوا ينهبوا السوق بنفسه بقت دي اسعى افريقيا كلها بقت كده طيب انا احنا شوف انا دي رسالتي لكم يا سودانيين والله الواحد عايش في 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 حالة نفسية عجيبة جدا جدا شو اللي بيحصل في السودان ده ولا مبالغ من الكثيرين
على اي حال انا الكلام الدار اطلبه انه الشعب السوداني يعلن التعبئه العامه، اعلن التعبئه العامه على الشعب السوداني، يعني يعلن التعبئه العامه ويعلن اغلاق الحدود. برهان شكله ما دار يتخذ قرار زي ده، ولا في رجل رشيد في الدوله دي دار يتخذ قرار زي ده. بس تعلنوا انتوا كشعب سوداني بكره طوالي ان احنا اعلنا قفل الحدود. انت بتخلي لي جنجويد يغنوا على حسابي انا يمسكوا الحدود في الجنوب ويمسكوا في، انتوا مجانين ولا شنو؟ ولا في دارفور ولا غيره؟ ما خلاص الغنو الغنى الغنو الشارو حق الشعب السوداني ده، وجدمروا به الشعب السوداني ده كفاهم. لا دار تشكل لك حكومه، قلنا لك شكل حكومه حرب اعمل كده. يبقى البرهان العله ما في اي حاجه فيك انت ده أسعى على الشعب السوداني، عشان احنا يا جماعه قلت لكم والله والله الواحد نفسياته تعبانه. تعلنوا التعبئه العامه، كل المدن دي تحفروا التروس. ده كلامي اللي بقوله لكم، والسلام عليكم. واقعدوا تجاروا وتمسخروا، والله بقينا مضحكه للعالم، بالذات اخواننا الخونه الدارين يخصموا ظهر الجيش ده كانه جيش ده عدو. والله بقينا مسخره، بقينا مسخره امام كل الشعوب، بقينا مسخره. ولسه واحدين يتمسخروا عشان ينتصر لنفسه او ينتصر لرايه. كغحتي ولا زشتي ولا حركه ولا هنا يا هودي البلد دايره تضيع. زمان شاب كنا قلنا لكم يا جماعه دي لا حرب كيزان، لا هنا دي حرب ضد وجودك انت كسوداني. الحاجه اللي بتتعمل تعبئه عامه، مقاومه شعبيه، الشعب ده يتسلح عشان ما يجي يصعلوك شايل لك كلاش. يا سعدي ما خجله، يجوا ناس بمواتر كده مدينه كامله زي مدن، المنظر ده يقوم جارين رجال وشباب، والله خجله وفضيحه ويتمسخروا. وانا قاعد اتكلم واسع الناس بتضحك فينا ان احنا اسع الشعب الوحيد. يا اخي الشعوب دي كلها حصلت لها مشاكل، ان احنا الشعب الوحيد اسع في مصر دي كله قاعدين في القايل يلعبوا في الكشاتين وفي يا اخي ذاته. يعني انا اقول شنو تاني؟ ما حقدر اتكلم. وده كلامي النهائي لكم. شوفوا اي مدينه، شوف ناس دون اي مدينه في السودان، اي قريه، اي طبنقه، اعملوا ترسكم وحفروا حفيركم وجهزوا سلاحكم. البيوت